مرحبا بكم يا رفاق على قناة كمان هذه اللطيفة. في هذا الفيديو اليوم سنتعرف على العارضة أدريانا. هي عارضة أزياء ولدت في البرازيل في 30 سبتمبر 1988، وهي ممثلة وراقصة اشتهرت بموقع انستغرام الخاص بها، حيث تنشر مجموعة متنوعة من الصور لأزياءها التنكرية المختلفة. بعد أن بدأ في تحميل صورها على حساب انستغرام الخاصة بها، لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تجمع عددا كبيرا من المتابعين، وتمت دعوتها للقيام بأول جلسة تصوير لها. تبلغ أدريانا 50 عاما، وبلغ صافي ثروتها حوالي 700 ألف دولار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو.